بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا زدنا هدى وتقى يا ربنا يا حبيبنا يا ولي أمورنا ونعمنا، زدنا من كل ما ينفعنا. آمين يا سيد الأوحد يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. نمر إلى 83 من سورة الأنعام، لتروبو ولا ذكتل. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وتلك حجتنا اللي سبق من الحديث، أي الفريقين حق الأمن، كيف أخاف ما تشركون به وأنتم مش خايبين بشرككم تجاه الله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، سيدنا إبراهيم كما الأنبياء كلهم عليه السلام واجه بالطريقة المثالية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات ولدرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وشكون رفيع الدرجات بعد ربي سبحانه وتعالى؟ الأنبياء عليهم السلام والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. نرفع درجات من نشاء ولا درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. لا حكمة إلا حكمة ربك ولا علم إلا علم ربك، هذاك في المطلق. أما كل ما تجدوا من حكم هاو البروباب الفلاني هاو الساجس الفلانية، راي عندكم أنتم ساجس، أما هي لا ترتقي إلى درجة من بلايين بلايين من تقسيمات الحكمة الإلهية، ولا سبيل المقارنة. نعود بفضل الله تعالى.